نعلم جيدا خطورة الوضع العراقي، وإيمانا منا بمشاركة أبناء شعبنا بالتغيير والإصلاح، ها نحن ذا نضع أمامكم خارطة طريق نعتقد إنها مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها البلد، التي قدمناها ليلة التظاهرات أو قبلها، وتتمثل بالتالي: 1. تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري وبعض القضاة لتعديل بعض مواد الدستور بمدة لا تتجاوز السنة. 2. إلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وكذلك من الخبراء السابقين. 3. إلغاء مجالس المحافظات واختيار المحافظ عن طريق انتخابه بشكل مباشر من أبناء المحافظة، وإحلال المجالس البلدية محل مجالس المحافظات الملغية.